ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. معاكم احمد بك. انا النهاردة هتكلم عن حاجة تعتبر مختلفة شوية، وهي عن اهمية اللغة الصينية وليه لازم نتعلمها، ودي حلقة النهاردة. وهنا حفيدة الرئيس الامريكي دونالد ترامب تتغنى باللغة الصينية. النهاردة هنتكلم ليه احنا لازم نتعلم اللغة الصينية. اول حاجة ان اللغة الصينية لغة حوالي 1.3 مليار بشر على مستوى العالم. اتنين يعتبر حوالي من كل 6 اشخاص واحد من 6 دول عارف اللغة الصينية او اللي هو بينطق بيها. 3 تعتبر الصين من اقوى قوى اقتصادية في العالم حاليا، وتعتبر كمان 4 سنين هتكون الاول عالميا. 5 اهمية العارف اللغة الصينية من حيث الوظائف والعمل. مثلا لو في شخص مقدم على وظيفة عارف 5-6 لغات وواحد عارف لغة الصينية والانجليزية هيختاروه، عشان لغة نادرة وصعبة. السفر للصين يعتبر سهل جدا، وخاصة ان المصريين بيخشوها من غير فيزا ومعظم دول العربية، وبتكون سهلة ليهم، بخلاف امريكا انها صعبة جدا تروح، ولازم يكون عندك يعني في البنك حسابات او مبالغ مهولة. 8 هو اللغة الصينية يعتبر سهل بس عشان الرموز اللي فيها، بس انت لو عرفت كل رمز فيها وحفظتها يعتبر سهل. 9 دلوقتي المملكة المتحدة تهدف لجذب حوالي 50,000 معلم صيني عشان يعلموها في بلادهم، وبيهدفوا ان 500,000 مواطن بريطاني يكون يتحدث اللغة الصينية بشكل مهم جدا، عشان هم عارفين ايه اللي هيحصل في الاعوام القادمة باهمية اللغة الصينية. 10 وده اهم حاجة، اللي عايز يتعلم اللغة الصينية ممكن يروح معهد كونفوشيوس، ده موجود منه في كل اماكن في العالم، ده بتقدم فيه، وبعد مستوى الرابع او الخامس لو نجحت فيه بيدوك منحة للصين لدراسة اللغة الصينية لمدة سنة، وبكده ترجع تشتغل وكل حاجة يبقى تمام. وكده انتهت الحلقة، ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. تسلم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.